بعد توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، يعد عرفانا لكل من يقدم مصلحة الوطن والعمل، وهو النهج الذي يسير عليه سموه بإصرار في قيادته لفريق البحرين. العمل مستمر والتحديات التجدد، لكن بالعزم والعمل الإنجاز بعد يستمر. نهج سار عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بروح قيادية تعشق التحدي والإنجاز وتعطي كل ذي حق حقه، فسموه دائما ما كان حريصا على تقديم الثناء والعرفان لكل من يقدم مصلحة الوطن والعمل على ما دونهما، وهو النهج المستمد من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين، ليضاف ما تحقق إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادة والعطاء للمواطن البحريني. ووفقا لاعتزاز جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بجهود العاملين في الصفوف الأمامية، كان لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة الأثر الكبير في نفوس المعنيين بالتوجيه كافة. بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمنح العاملين في الخصوص الأمامية رتبتين استثنائية أو ما يعادلها في الخدمة المدنية، نثمن جهود سموه الكريم في دعم ورعاية العاملين في الخصوص الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حنكة ووعي سموه ومتابعته المستمرة لأهمية التصدي بكل حد للمخاطر التي تواجه الوطن والمواطن. طبعا توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية هذا يعتبر دافع وحافز كبير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية. طبعا إن ثمن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بمنح هذه الرتبتين لأبطال مواجهة فيروس كورونا من الصفوف الأمامية وخصوصا من العاملين الصحيين. نهج الثواب والمحاسبة وجهان لعملة واحدة في العمل الحكومي ضمن فريق البحرين، وما تكريم وتشجيع الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأولى إلا دلالة على الإصرار في السير بالتوجهات التي يسير عليها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يحقق التطلعات المنشودة للمملكة في التصدي لهذه الجائحة والارتقاء بالعمل الحكومي ككل.